مبدئيا وجود محمود عبد المغني بطاقته التمثيليه الرائعه في كل الاحوال بيبقى شيء جميل ومقدر جدا من البرنامج، انما وجود العيله بقى والنجوم الاندر ايج دول حاجه تانية. يعني هم النهارده النجوم محمود عبد المغني صح؟ صح والله. بس بقى مين نجم النجوم في القعده؟ مين شمس النهار؟ محمود مي طبعا. مي طبعا. لا ده سؤال، ده السؤال كمين عارفه لو ما قالش كده كان هيبقى فيه مشكله. ايوه مدام مي مجدي اهلا بحضرتك يا مدام مي. اهلا بيك. عرفني بقى بالاسره استاذ محمود. عمر اوكي مي علي مريم. قبل ما ندخل في حديث المدارس والكورونا اللي هو بقى يعني حاجه صعبه جدا، لا انا عايزاك تحكي لي اكتر عن اسرتك انت، يعني في الاسره دي اقليه ولا اكتريه؟ ولادك الى اي مدى هم بيسمعوا الكلام وما بيناقشوش يا علي وبيقولوا حاضر على طول كده؟ يعني احكي لي كده. اتفضل علي. مش عارف. احكي لي وضعك في الاسره. انا وضعي مختلف. انا وضعي مختلف. فيك حاجات كتيره جدا طبعا مي بتتولاها فيما يخص المذاكره، فيما يخص المدرسه. انا كنت عندي اعتراض والله ان هم يرجعوا اصلا، يعني كنت قلقان شويه. بس طبعا هي المدرسه واخده احتياطاتها وهي كمان واخده احتياطاتها. يعني حضرتك كنت انت من الاباء اللي قالوا ما تاجلوا شويه الدخول. بالظبط. وماما مي قالت لا. يا ماما مي كانت خايفه برضو شويه. بس يعني وديناهم المدرسه وربنا يسترها ان شاء الله، ربنا الحارس يعني. الحمد لله يعني. وعمر انت في سنه كام؟ خمسه ابتدائي، يعني عندك 10 سنين. مريم مريم يير 8 ثانيه اعدادي. وعلي يير 2 سنه ثانيه ابتدائي. ده انت كبير جدا، يعني عندك 8 سنين ولا 7؟ 7. عندك 7. عندك انت عندك ايه؟ علي تسامح. عندك علي مشكلته معايا ان هو بيتكلم العربي بتاعه مكسر شويه. لا والسنان بقى مش موجود. لا من قبل السنان كمان. طيب قولوا لي الابناء، المدرسه لطيفه وفي الكورونا ولا دمها تقيل؟ الكمامه دايما لابسينها فهي بتبقى خنقانه شويه. بس يعني غير كده لا عادي، بس هي الكمامه رخمه. وعلي مدرسة لطيفة ولا مش لطيفة في الكورونا؟ مش لطيفة خالص. حد من المدرسة؟ في حد في المدرسة؟ في حد في المدرسة؟ جبتي كده؟ ولا حاجة. اوكي. في حد في المدرسة بايخ خالص ها؟ وده حد قدك ولا أكبر منك؟ قدك. ابنك ده مشكله. علي ده علي زعيمي يا صوت. ايوه ده انا متأكد. انا طبعا متاكده ان هو اللي عامل مشكله للحد ده. ايوه طبعا صح، انت كده عرفت. اكيد.